أختم بها جميلة جدا حدثني بها صاحبها وهو طالب علم. يقول: وقع بيني وبين زوجتي مشكلة، وعنده بيت آخر، وهو لورعه جزاه الله خيرا خرج من البيت، ما أراد أن يذهب للبيت الآخر لأنه ليس في يومها. يقول: قررت أن أذهب أبقى في المسجد حتى يأتي وقت الأذهب للبيت الآخر. يقول: سبحان الله، لما دخلت المسجد وصليت تحية المسجد وقد وقعت مشكلة مع زوجتي، اضطر يخرج من البيت. يقول: شعرت بشيء يجذبني إلى بيتي مرة ثانية، إلى زوجتي التي خرج منها. يقول: حاولت أن أقاوم، يقول: الآن ما لي دقائق قد خرجت. يقول: لا أستطيع. يقول: فذهبت سبحان الله، قلت: لعله خير. يقول: لما دخلت فإذا أقول لكم كما قال لي، يقول: فإذا زوجتي تبتسم، قالت: رجعت؟ قلت: إيه رجعت، خير إن شاء الله. قالت: والله إنني على يقين أنك سترجع. قلت: ليش؟ قالت: منذ خرجت وأنا أستغفر ربي وأعرف أنني أخطأت، وقلت: الذي أستغفره سيرجعك، وها هو رجعك.